ببدأ اليوم أنا فارس أحمد كمال بكتابة أول مذكرات لي. لازم تجمد شوية، اللي يثبتك تحط صباعك جوه عينيه، دول شوية رمى. كل الأيام حلوة كويسة وعادية. نسيت أعرفك بنفسي. بنسمع أصوات كتير. الورقة دي هي المفتاح الوحيد لذكرياتنا. المنفذ الوحيد ل أنا حدا بحس بيك وبيني. يا جمال أمان لازم مفيش وقت مفيش وقت اليوم 26/2